مثل ما للخط العربي حضور كبير بذائقتنا الجمالية، لأنه كمان الموسيقى أهمية كثيرة كبيرة بحياتنا وتأثير كبير على سلوكياتنا وعلى عواطفنا ومشاعرنا. ومثل ما بيقولوا أنه الموسيقى هي غذاء الروح، وهي فعلا هيك، لأنه نحن لما نكون مبسوطين أو زعلانين أو مهما كانت حالتنا دائما بنلجأ للموسيقى. واليوم للموسيقى في بعد جمالي عم يخلينا نسافر بالزمن والإحساس لمدينة الصلاة والقدس المحتلة في فلسطين الحبيبة، وطبعا أنشطة عديدة وفعاليات ضمن دار الأسد للثقافة والفنون والمعهد العالي للموسيقى. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، سعدنا أن يكون معنا لليوم المايسترو محمد زغلول، رئيس مجلس الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أستاذ. صباح. يعني اليوم كأنه هيك أستاذ رامي مبيضة معنا اليوم، كتير فقرات كتير حلوة، موسيقى مع الخط، يعني الاثنين اليوم بيكملوا بعض. خلينا نحكي اليوم أول شيء عن الفعاليات يلي عم تشهدها لدار الأسد للثقافة والفنون، والبداية خلينا نحكي عن سيمفونية البطولة يلي كانت مع الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. تماماً، اليوم إحنا كان الحفل الأخير إنه من فترة بين الفرقة السيمفونية الوطنية السورية، عمل سيمفونية البطولة اللي هو يعتبر من الأعمال الضخمة والزخمة لبيتهوفن، الأعمال الصعبة ومن الأعمال الجميلة اللي بتاخذنا لعالم آخر من الموسيقى، من التأمل، من البطولة، إلى علاقة بموضوع الحماس، إلى علاقة بموضوع اليوم. الموسيقى دائما هي حافز، حتى نحن ايام اذا بنرجع لبدايات الموسيقى ايام الحروب كان دائما يستخدموا البوق هو لتحفيز الجنود وتحفيز حتى الشعب اللي يضل دائما بموضوع الانتماء، بموضوع الوفاء، بموضوع الانتماء للوطن. من هون اجت اهميه سيمفونيه البطوله. طبعا نحن اليوم عم نشوف الصدمه اللي عم نتعرض له، وخصوصا الرحمه لشهدائنا وشهداء غزه. حبينا بلغه الموسيقى، اليوم كل حدا بيعبر ومطالب انه يشتغل حسب موقعه، فاليوم نحن كموسيقيين كاعضاء فرقه سيمفونيه وطنيه سوريه حبينا نقدم هي الرساله. هي رساله محبه وتضامن وسلام، طبعا عبر دار الاسد للثقافه والفنون وعبر وزاره الثقافه لاهلنا بغزه، ونترحم على ارواح شهدائنا. كان كثير عمل اخذ مجهود، يعني لما بنحكي نحن بيتهوفن عم نحكي اليوم بعمل موسيقي متكامل، ما بين التمرين، ما بين الانسجام الموسيقي، ما بين انه تطلع هي النتيجه الموسيقيه اللي كلياتنا شفنا. كان الجمهور اليوم متعطش للحفلات، متعطش ليسمع موسيقى، من هون اجت اهميه هذا الحفل اللي كان اخر شيء. وذكرت حضرتك كمايسترو انه اليوم لكل شخص عنده دور بدعم القضيه الفلسطينيه، وانتم اليوم عم تحاولوا انه تدعموا هي القضيه من خلال الموسيقى. وفعلا الموسيقى هي حاضره من زمان، ان كانت رغم سنوات الحرب ورغم كورونا، رغم العديد من الظروف، الا انه كانت لسه موجوده. اكيد اليوم الموسيقى ما فيك تلغيها، واليوم الموسيقى هي يعني الحرب اليوم بالتوازي، دائما في حرب عسكريه في دائما حرب ثقافيه، فاليوم الدور الثقافي لازم يكون موجود على الارض. الدور الثقافي بيكون موجود على الارض من خلال مختلف الفعاليات الثقافيه، سواء بالشعر، بالادب، بالمسرح، بالموسيقى. الجمهور اليوم لما عم بيجي عم بيحضر عرض موسيقي او حتى عرض مسرحي عم بتوصلي انت رساله، تمام، وهي رساله بنفس الوقت سواء كانت محليه او حتى من خلال البث المباشر ومن خلال اليوم الحضور اللي عم يحضر عالميا انه سوريا موجوده. طبعا احنا اليوم خلال 13 سنة حرب ما وقفنا نشاطات، رغم اليوم نتذكر كلياتنا القذائف اللي كانت تكون بايام الحفلات، نحن نكون بالقذائف وتنزل ونكفي الحفلة. وما اتمناه اليوم هو عودة هي الحركة الثقافية الموسيقية السورية، لأنه هي منحيين بصراحة. المنحى الأول اليوم احنا مثل ما حكينا هي الرسالة الثقافية السورية، لأنه وقت نحكي سورية خلص عم نحكي بثقافة، بتراث، بحضارة ما فيك تلغيها، لأنه عمرها اليوم آلاف السنين. أكيد. وبنفس الوقت هو اليوم شيء مهم، لأنه أعضاء الفرقة هن موسيقيين بالأخير، هذا خلينا نقول دخلهم اليوم والمعيشة. فما فينا اليوم نوقف، ولكن فينا نوظف الحالة ضمن الجو العام. وهذا ما حصل اليوم مع بحفله الفرقه السيمفوني او حتى بشيء قادم بحفلات قادمه رح تكون.
يعني يا مايسترو اليوم سمعنا اخبار انه عم تتحضروا لحفل هلا بعنوان الى فلسطين، الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى عم تتحضر لهذا العمل، خلينا نحكي عنه. طبعا اليوم التحضيرات قائمه والبروبات بلشت للفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه بحفل الى فلسطين. طبعا العنوان هو عنوان مهم وكبير وبيحمل كمان مسؤوليه كبيره. انا يعني بعرف انه شبابنا وموسيقيين قد الحفل راح يكون منوع ما بين اعمال موسيقيه، راح تكون هيك مفاجاه. هو البرنامج بينزل على يعني على صفحه الدار، ما راح يكون كثير سر، ولكن اعمال بتحبها العالم، كان الى اعمال الى علاقه بالموسيقى الدراميه اللي بترتبط بواقع خلينا نقول الوطني والقومي العربي، إضافة لأعمال غنائية مع الكورال راح تكون كمان إلى فلسطين مهداة. الحفل يعتبر كتير خاص وجميل، دائما كتير مهم أنت لما توفزي الناحية الجمالية مع الناحية الخاصة، هذا نجحنا فيه بالفرقة السيمفوني، واليوم بالفرقة العربية أعتقد كمان راح يكون نفس النجاح. أكيد ألف عافية مايسترو، أكيد رحنا مكملين بحديثنا مع حضرتك، ولكن فاصل صغير ونرجع. خلينا نرجع لعند حضرتك المايسترو محمد زغلول، سعيدين بوجودك معنا لليوم. خلينا نحكي أكثر عن أهم المقطوعات اللي قدمت اليوم. مثل ما حكينا اليوم سيمفونية البطولة بيتهوفن هي كان لها علاقة بالشيء البطولي اللي له علاقة بالحرب والدفاع والانتماء عن الوطن. هذا اللحن نحن مزروع بذاكرة أغلب مو بس السوريين، حتى هو على مستوى العالم والسوريين بالذات. لحن البطولة والسيمفونية بشكل عام، لما بنحكي نحن اليوم بيتهوفن وبنحكي عمل سيمفونية بطولة، فعم نحكي عن شيء كثير مهم له علاقة مثل ما حكينا بالانتماء، له علاقة اليوم أنه أنت اليوم من أرض سوريا، من قلب دمشق، عم نستعرض للعالم كلياته، عم نرسل رسالة عالمية، رسالة إلى علاقة بالمحبة بالسلام، بنفس الوقت بالانتماء وبالتضحية وخلينا نقول بالمقاومة. لأنه اليوم العمل الموسيقي هو عمل متكامل يحمل كل عناصر اللي بتوفر هذا الحافز. الموسيقى دائما مثل ما حكينا هي حافز كبير بمختلف المناسبات. يعني اليوم بالحزن خلينا نقول بنسمع موسيقى، بالفرح بنسمع موسيقى، صحيح، بالحالات الوطنية بتسمع موسيقى. فالموسيقى هي مرتبطة، ما فيك تلغيها بأي ظرف، يعني بأي حالة من الأحوال أو أي ظرف الموسيقى بدها تكون موجودة. ودائما احنا بنذكر يعني رغم الإرهاب اللي عشناه ورغم الشيء اللي مرينا فيه ظلت موسيقانا أعلى من رصاصه. فهي الموسيقى رسالة مستمرة لا يجب أن تتوقف أبداً. أكيد لاحظنا هالشيء كمان خلال فترة الحرب على سوريا، قديش سمعنا أصوات قذائف وانفجارات وأصوات كتير. يعني نحن نكون بالبروفات، يعني نكون بالبروفات، تكون القذائف، نكون بالطريق يعني على البروفة أو على الحفلة، ومع هالشيء ولا مرة أنه تم إلغاء أي حفل أو أنه والله لغينا بروفا او حفلات. بالتواريخ موجوده ومثبته، وكانت تجي القذيفه يعني على باب دار الاوبرا، يعني صحه الامويين كانت كثير مستهدفه، مع هالشيء ضلينا مستمرين. حتى بالكورونا اذا بتتذكروا كمان انوجدت حاله جديده كانت اول ما بلشنا فيها هي الاونلاين، انه حتى في مقاطع انبعثت وقتها من كل بيت، كل موسيقي سجل لحاله وبعدين اندمجت كلياتها كمقطع متكامل كفرقه. إيه فالموسيقى لا هي رسالة ثقافية، وقت عم نحكي سورية عم نحكي يعني بالثقافة، عم نحكي تاريخ، فيجب الاستمرار بهكذا فعاليات، لازم تنشيطها. اليوم الجمهور متعطش، يعني شفنا من خلال الحفلة بعد عودة غياب نحن تقريبا إن فترة يعني أكثر من شهر إنه واقفين، كان الجمهور كتير متعطش، كتير متقبل، طلع كتير مبسوط. يعني يقولوا لنا الجمهور نحن فتنا بحالة وطلعنا بحالة. خلينا نحكي عن هي الحالة، فترة الاستمرارية، يعني نحن خلال فترة الحرب عم نقول إنه صوت الموسيقى ما توقف أبدا بدار الأسد للثقافة والفنون، وظلتوا عم تتواصلوا ومواصلين هي الأعمال. خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة، شو رح يكون بما إنه عم نحكي عن الاستمرارية؟ لا حاليا ضمن الخطة الموجودة، يعني الشيء اللي عم نحضر له مثل ما حكينا هي حفلة 27/11 مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، اللي رح تحمل عنوان إلى فلسطين.
هذا الحفل مثل ما حكيت رح يكون منوع ما بين أعمال موسيقية إلى علاقة موسيقى تصويرية، أعمال درامية إلى علاقة كان بالواقع خلينا نقول القومي والوطني، إضافة لأعمال غنائية كمان إلى فلسطين. هلا هون بالمناسبة بحب نوه إنه إحنا بننتبه إنه على التراث الفلسطيني أغلبيته ما بتلاقيه بموضوع طابع الحزن موجود فيه، هو دائما طابع حماسي، دائما طابع صح. بيحمل البهجة. يعني هن إنه خلص حاطين عنوان عريض، يعني سواء عم نشوف اليوم المقاومة والتضحيات والشهداء وإلى آخره، بس بتلاحظي اليوم ما في موضوع هذا الأغاني الحزينة، هي دائما أغاني محفزة، يعني إنه في عقيدة بالنص، يعني عندهم إنه خلص نحن أمام هدف معين، أمام عقيدة، وحتى الموسيقى هي بتساعد بهذا الموضوع. فالموضوع استمرارية النشاطات، وقت عم نحكي كمان على يعني الهيئة العامة لدار الثقافة والفنون، فعم نحكي على نشاطات نوعية بفرق نوعية ببرامج نوعية، والجمهور عم بيكون فعلا متعطش. يعني احنا شفنا هي الحالة، وهلا العالم عم تسأل يلا امتى الحفلة القادمة، وبلش الحجز من الآن، فهي الحالة طبعا يجب ان تستمر. طب خبرنا امتى موعد الحفل؟ 27/11 على مسرح الأوبرا. تمام، خلينا نفوت هيك شوي بأجواء الحفلات ونحكي اليوم عن أداء الشباب، عن حالات الانضباط اللي بتكون موجودة اليوم على المسرح قدام جمهور كبير، وأكيد بوجود حضرتك كمايسترو لتوجيه هذا العمل. قديش اليوم في مسؤولية كبيرة لحتى يطلع العمل بشكل كتير منيح؟ أكيد نحن اليوم تحضيرات أي عمل بتبلش نحن من موضوع لما تنحط تشكيلة أعضاء الفرقة وبرنامج التدريبات، بيكون في برنامج في تشكيلات مجموعات سكشنات نحن بنسميها، يعني الوتريات أول بروفة بتكون لحال، النفخيات لحال، ممكن تنقسم أكثر من قسم، الوتريات بين كمانجات وفيولا وتشيلو، والنفخيات بنفس الوقت كمان بيكون أكثر من قسم، لأنه في النفخيات الخشبية والنفخيات النحاسية. بعدين بيقوم المايسترو، يعني مثل نحن بالفرقة الوطنية السيمفونية مع المايسترو ميساك، بيجمع بالأخير هي التشكيلة كلياتها والمجموعة ليخرج العمل. وبنفس الوقت كمان بالمايسترو عدنان فتح الله بالفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. الحالة طبعا نحن على المسرح بيصير حالة تماما مغايرة لموضوع البروفات، لأنه أحيانا ببعض البروفات بضل هيك جو البروفة عم يصلح أخطاء، ممكن يصير هيك بعض المشاكسات اللطيفة القصص، ولكن اليوم على المسرح بيصير في موضوع هيك مسؤولية كبيرة. أكيد. أحياناً ياما نحن في أعمال قد تحتاج شوي وقت أكثر، ومنفوت على الحفلة إنه بيقول يعني منقول لسه بدك كان مثلاً بروفتين أو بروفا أو ثلاث بروفات، ولكن ما يميز اليوم الموسيقى السورية إنه هو فعلاً حدا قد المسؤولية، مجرد ما طلع على المسرح خلص صار على قد هي المسؤولية وأعطاك النتيجة اللي فعلا موجودة. حتى اليوم المستوى الموسيقي يعني احنا عم نلاحظ انه عم يتطور موضوع الأداء، وهذا عم نشيدوا عليه من خلال أغلب الحفلات عم بيكون فيها بس مباشر، فبيجيك تعليقات من برا وآراء، فالحمد لله انه عم بتكون كتير في تعليقات إيجابية على موضوع النشاطات، على موضوع الأداء الموسيقي لفرقنا الوطنية، وهذا الشيء كمان يعني بشكل حافز أكبر، بشكل مسؤولية أكثر قدامنا وأمامنا إنه لنقدم دائما الأفضل. يعني دائما ذكرت حضرتك إنه خلال البروفات بيكون في شوية مشاكسات، ولكن رهبة المسرح لا تضاهي أي رهبة ثانية، يعني أنت مباشر مع الجمهور وبيكون هون الأمر جدي أكثر ومسؤولية أكثر. طيب قبل ما يطلعوا الأعضاء الفرقة شو بتعملوا لحتى تخففوا من هذا الستريس والتوتر، لأنه الموضوع لا يحتمل يمكن أي غلطة؟ هلا لأقول لك اليوم بحكم الخبرة صار في خبرة منيح عند الشباب أعضاء الفرقة. هلا هي حلاوة اليوم الفرق الوطنية في الجيل اللي بلشنا فيه نحن طلاب، وبعدين صرنا أساتذة بالمعهد، وصرنا اليوم مثلا الجيل الأكبر، وبنفس الوقت معنا الطلاب اللي فاتوا اليوم الجديد سواء سنة ثانية بالمعهد العالي أو ثالثة أو حتى للسنة الخامسة، فصار في اكتساب خبرة خلال السنوات، واكتساب الخبرة بصير كسر الرهبة عند ببلش بصراحة من عند الطفل. يعني انت من اليوم لما بتبلشي مع الطفل بالموسيقى، انا ليش بأكد على موضوع الطفل، وكنت انه قبل نطلب من الاطفال يعملوا حفلة حفلتين بالسنة، ان شاء الله بده يعزف سطر واحد قدام العالم شو ما كان يكون، بس هو مجرد وقفته امام الجمهور
فهذا بيعطي حافز أكبر، بيكسر رهبة الخوف عنده. فنحن يفترض نبلش وترجع هي الأمور، يعني يرجعوا اليوم الأطفال ضمن المعاهد أنه يكونوا نشيطين أكثر. من هون بتبلش تزرع الثقة بالنفس عند الطفل، بتروح معه بقى هي على كبر. فنحن من نحن كنا صغار كنا نعزف، ونفس الوقت هلا مثل ما قلت لك اليوم نتيجة الخبرة ونتيجة السنوات الكثيرة اللي صارت من العزف وتراكم الحفلات صار في خبرة عن الشباب. هلا وين احيانا المسؤولية بتكبر اكثر، لما عم نحكي فرضا احنا مثل حفلة بيتهوفن سفرية البطولة، فاليوم الجمهور اللي جاي هو جمهور جاي يسمع بيتهوفن، فهو بالنهاية جمهور سميع لهذا النمط من الموسيقى. لما يطلع يقول لك انه حسيت حالي للحظة من اللحظات انه عم بسمع استوديو او سي دي او كاسيت او اللي هو، فمعناتها أنت اليوم قدرتي توصلي هي النتيجة لهذا الجمهور. أكيد مايسترو، خلينا نحكي عن أهمية الموسيقى بشكل عام وتحديدا الموسيقى السورية، واليوم قد في عنا موسيقيين وفنانين أيضا قدروا يمكن خلال سنوات الحرب أو بالأيام العادية كان في لهم مشاركات عديدة خارج البلاد، كان في تكريمات، كان في جوائز، أنشطة عديدة، أسماء كبيرة. خلينا نحكي اليوم قد قدروا اليوم يمكن ينقلوا هي الموسيقى السورية بأبهى صورة للعالم الخارجي. تماماً، اليوم قدروا المؤلفين السوريين والموسيقيين السوريين الوصول إلى العالمية، وعم نشوفهم المطلوبين على أهم المسارح بأهم المهرجانات، حصولاً على جوائز، عدة جوائز ضمن مهرجانات مثل مهرجان العود في زميلنا رجل تحية ساسكينان إدناوي، في من المعهد العالي كمان بالفترة الأخيرة كمان أخذ جائزة بالعود، إضافة لمشاركات عديدة من عازفين نحن سولو ومحترفين، سواء بحفلات سولو أو سواء ببرامج فنية كمان عربية مهمة عم يشاركوا. الموسيقيين السوريين فعلا اليوم انتشروا على مستوى الوطن العربي وحتى على مستوى العالم بمختلف النشاطات، سواء بموضوع الشرقي ولا سواء بموضوع الكلاسيك، وأصبح لدينا مكتبة موسيقية سورية مهمة، وهي كانت ضمن أهداف الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية من 2013 أنه يكون في أعمال للمؤلفين السوريين الموسيقيين. فاليوم صار في أعمال كتير مهمة للمؤلفين السوريين، تقريبا بأغلب الحفلات بيكون موجود أعمال جديدة للمؤلفين السوريين سواء بعزفهم أو سواء كتأليف لإلهم، وهذا شيء تمتاز في سوريا عن باقي الدول. يعني انه اليوم هي عم بتقدم مؤلفينا، وفي حفلات كانت خاصه باعمال المؤلفين السوريين واللي فعلا عملت حضور، وفي منهم عم ياخذوا جوائز يعني بمؤلفاتهم وبقطعهم الموسيقيه، او عم تمتاز سواء بالشرقي او بالجاز او حتى بالكلاسيك، يعني بمختلف اليوم انماط الموسيقى اللي موجوده عم بيكونوا الموسيقيين السوريين والمؤلفين موجودين وإلهم بصماتهم الخاصة فيها. حتى في تطور عم يرجعوا يعيدوا توزيع الموسيقى من أول وجديد ويعطوها هيك نكهة خاصة، ولكن الأساسية بتضل موجودة عنا يعني. أكيد هو كتير مهم موضوع اليوم التوزيع لا يؤثر ولا يشوه اليوم الهوية أو يشوه اللحن. أكيد. فمنلاحظ اليوم في أغلب الأعمال السورية الموسيقى السورية أعيد توزيعها بطريقة أوركسترالية تخدم وتعطي ناحية جمالية إضافية للموسيقى، إضافة لأغلب الأعمال الموسيقية العربية. حتى اليوم النجوم، يعني في نجوم كبار لما إجوا اشتغلوا معنا بالفرقة الوطنية للموسيقى العربية مثل أيام حفلة الفنان هاني شاكر وعدة نجوم، استغربوا من نحن طريقة التنظيم اللي عنا، يعني سواء اليوم بالبروفات، أنا اليوم كمنظم كنت كمدير إداري للحفل مع الفرقة، يستغرب انه هو لدرجة هذا التنظيم، هذا الانضباط، النوتات، طريقة النوتات، نحن النوتات ما عاد في خط ايد عنا، هي كلها مطبوعة وموزعة بشكل مرتب، وكل دور، كل آلة موسيقية اليوم في إلها مفتاح. أكيد. فكل دور، كل قطعة مكتوبة موزعة على كل الأدوار الموسيقية، فهن هذا الشيء ما كان، يعني قديش له هو مثلا تاريخ طويل بالعزف وبالفرق، ولكن هن ما كانوا يعزفوا بهي الطريقه. اكيد. بالختام بدنا نتشكرك استاذ، للاسف خلص وقتنا مع الاستاذ، كنا مستمتعين معك وكانت فقره جميله جدا. شكرا لك المايسترو محمد زغلول، عضو رئيس مجلس الفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه. شكرا لكم استاذ صباح. اهلا وسهلا فيك مايسترو، نورت صباحنا لليوم، ويعطيكم الف عافيه على جهودكم الكبيره.